فضيلة الشيخ، سمعت في أحد الأشرطة للإمام محمد نصر الدين الألباني في مسألة إذا أمن الإمام فأمنوا، وشدد في ذلك شيخ، وش ما قال؟ رأيك؟ قال يجب أنه إذا أمن الإمام قال آمين نقول بعده آمين، أما اللي الآن تقولونه هذا خطأ. أنا سمعت هذا. نعم. لا خلوا على كلامه. طيب سؤال، هل أنا أو الألبان أو الفلان أو فلان معصومون من الخطأ؟ غير معصومون. طيب هل خطأ الشيخ الألباني أكثر أم صواب؟ الظاهر صواب أكثر. نعم، هذه من جملة ما أخطأ فيه، لأن قوله إذا أما الإمام فأمنوا يفسره اللفظ الثاني في الحديث، إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، متى يقولونها؟ بعد الظهر، إذا مع الإمام، فيكون معنى إذا أمن يعني إذا بلغ موضع التأمين، أو إذا أمن إذا شرع في التأمين، واضح؟ طيب، والألباني حسناته أكثر وصوابه أكثر من خطأ، ولا إخاله يتضمن ارتكاب الخطأ، لكنه مجتهد كغيره، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، والخطأ مغفور. نعم. الشيخ رجع عنه في السلسلة الصالحة مجلد السادس آخر مجلد مزد، رجع عنه وقال لقد تبين لي أنه يؤمن معذرة. الحمد لله، هذا هو الحق إن شاء الله.